حكيم، عندي مشكلة. ايه شو هي؟ مشكلة حقيقية، يعني صار لي شي شهر تقريبا ما بعرف. اها حقيقية منيح. ايه شو هي؟ حكيم المشكلة هي مرتي. ايه بمرتي. مشكلة بمرتك؟ مع مرتي. ايه شو خير؟ حكيم مرتي عم بتفيق بالليل. لا عم تحكي جد؟ عم بتفيق بالليل؟ لا مشكلة كبيرة هيدي. هيدي مشكلة كبيرة، بدك تستشير بروفيسور أكبر مني بعد. شو هالمشكلة وزعل؟ كل العالم بتفيق بالليل. حكيم مرتي عم بتفيق بالليل، يعني ما فهمت علي. يعني عم بتفيق بالليل كل ليلة، يعني عم يكون نايمين على أساس ساحبين. ايه؟ مثل ما كل هالعالم بيعملوا كل ليلة كل ليلة الساعة 3:30 4 وجه الضوء. كل ليلة؟ بتفيق. مش قليل، بتفيق؟ ما بتفيق يعني إنه شو؟ بتروبس. اوكي كل ليلة باكل وهلة بنقص. المدام عم بتروبس يعني. قوم هالتخت. ايه بتمشي وبروح بلحقها. ايه وين بتروح؟ ما هي المشكلة حكيم، لو بترحل على شي مطرح مثل الخلع على الحمام على المطبخ وبترجع بتجي، كنا قلنا بس بتضلها صاحبة معها لوين؟ على البلكون. البلكون كل ليلة بتفتح باب البلكون بتضلها طاحشة بتهدي بالدرابزين، بتعلق بالدرابزين هيك وبتضل عالقة هيك كل الوقت. تأجي انا خلصها. شو لازم اعمل يا حكيم؟ هيدي مشكلة عم تطول كتير يعني هونيك عم تلزي؟ عم بضل ملزي. شو لازم اعمل؟ انه صاركم زمان مجوزين؟ نعم حكيم، صارنا شي 10 سنين تقريبا. واو كتير صاركم زمان. شو الحل؟ حل بقى بسيطة، فك كل الدرابزين توصل مرتك إيه؟ جيدة تحدي، لو أنت ما لحقتها عزيز تغري فتش على غيرها. $200 وسلامتك.